أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن مسرفين هما أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بها لفرعون سوء العذاب. أنهار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا لفرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل تبغون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وصرنا وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهما إن في صدورهما إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين
بها يا إلهي يشهد الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بنا وصوركم أحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فاتقوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما شاء هذه بينات من ربي أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما حصلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأضلال في يسحبون بالحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهما أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا فلم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهما أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بها يأتي إلا بإذن الله فإذا جاء الله قضي بحق وخسر هنالك مبطلا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثار في الأرض فما فلما جاء رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهما الله الذي قفر في عباده وخسر هنالك الكافرون حامين الكافرون حامين تنزيل من الرحمن الرحيم
الكتاب فصلتا لا تهو قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فارض أثره فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فيه عن نذيب ما تدعونا إله وفيه أهداننا وقوة من بيننا وبينك حجاب فبلدنا هاملا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكما إله واحد فاستقيما إليه واستغفرا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر إنكم لتفضون بالذي خلق الأرض في يومين وتسألون له أنت أتى ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فضلها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء هذه الساعة السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك الأقدار العزيز العليم فإن أرادوا فقل أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إن جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهما ألا تعبدوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يرى من الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة وكانوا بآياتنا يشهدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حساسة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا وما تمود فهديناه فسحب العمى على الهدى فأخذته صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون ونشينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أداكم أصبحتم من الخاسرين أي يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستهزموا فما هم من المحتدين
وقيضا له قرنا فسيلونه ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم قرثه وما نقفل في قبلهم من جن ولس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وخفيه لعلكم تهلمون. فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنسينهما أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إذا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وما نسأل قبل من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إنه على كل شيء قادر. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء أهو إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فيها ذلهم مكر وهو عليهم عمى. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم
وإنه لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه وما نسى فعليها وما ربك بظلام لعبده.